فيكم ناس فعل الخير يخليهم لينا وبارك فيهم يا رب. ان شاء الله الناس اللي عايزه تفعل خير كتير. ربنا يبارك فيهم وربنا يرزقك يا رب وهيكرمك. الله ربنا يبارك فيهم الصراحه، ربنا يديهم ان شاء الله على قد نيتهم ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يبارك فيكم. احمد هجي لك تاني نعمل لك الكشك، بيع فيه اللي انت عايزه. ان شاء الله يخليكم لينا. ماشي، وعايزاكم تجيبوا لي ثلاجه عشان رمضان يا شيخه جايين اختك. والله عايزاكم تجيبوا لي ثلاجه، نفسي في ثلاجه. بارك فيكم ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي والله عشان خاطر عائلاتي يعني. بارك فيكم يا رب ان شاء الله. حاضر، اديكم الصحه يا رب. بصي بصي يا حبيبي يا حبيبي، بس عشان خاطره بقى، بس والنبي. ربنا يبارك لك. اسكتي اسكتي بقى، خلاص بقى، خلاص خلاص خلاص، ربنا يبارك لك فيه يا رب. بس مش هنبكي تاني يا عبد، مش هنبكي تاني، خلاص مش هنبكي تاني. اه فهم هدية ايه؟ مش هنبكي تاني. امي دي امك؟ اه ما عارفها امي. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك. امين يا رب. امين يا حبيبي، امين يا رب. يا 13 دقيقة والله العظيم هتتعدل. ايه؟ هتتعدل عبد السفر. هتتعدل؟ والله لا تتعدل يا شيخ على وشك الجميل ده وضحكتك الحلوة. اه وش انا؟ وشك جميل، وشك جميل. سيد انا؟ انا سعيد. اقول لك والله انا سعيد. انت سعيدي احسن ناس. لا اقول لك سعيد، سعيد يعني سعيد هو يعني لو تدعها دعوة دعوة تمضي. ادعي بقى عشان انت دعوتك كده للسماء. يا رب يا رب يا رب اديكم الصحة يا رب. فاتحة بالستر. الفاتحة بالستر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا رب اديكم الصحة. يا رب اديكم الصحة. يا رب يرزقكم يا شيخ الخير كله. اديكم الصحة. يا رب يرزقكم يا شيخ الخير. يا عبدة. نعم. عارفنيش مين أنا؟ أنت مين يا حبيب؟ أنا اسمي أحمد. أنت أحلى أحمد في الدنيا والله. ربنا يخليك ولادك يا حاج. بارك فيكم يا رب. ربنا يبارك لك فيه، ده زي السكر. ربنا يبارك لك فيه، ده ضحكته بس والطيبة كده ومنه لربنا. ربنا هيكرمك والله يا شيخ. بس أعمل لك دكان عام. هعمل لك دكان خاطر. ان شاء الله هنعمل لك الدكان ونعمل لكم البيت ونجيب لكم كمان التلاجه. ان شاء الله يديكم الصحه. ربنا يرزقكم الخير كله ان شاء الله. يا رب احمد يا رب يبارك فيك. سلام يا احمد. سلام. اشوفك على خير. يلا سلام يا حاج. يبارك فيكم ان شاء الله يا رب. يديكم الصحه. سلام يا حبيبتي. سلام. على قد ما الدنيا جت عليها بس صابره وراضيه، ممكن ساعات تبكي من تعبها وشقيها، لكن في النهايه هي راضية باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لها. حالة أحمد بالتحديد حالة من أصعب الحالات اللي قابلتها، وهو بياخد أمه في حضنه عشان ما تبكيش. ممكن يكون مش فاهم، لكن أكيد هو حاسس. مين هيساعد أحمد؟ مين هيحقق له حلمه في إن يكون ليه مشروع صغير، حتى لو كشك بسيط، يقدر يطلع منه رزق يعيش بيه هو وأمه وأخته؟